السلام عليكم كناش كي دايرين؟ لاباس عليكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم في الفيديوهات السابقه قلت لكم انني الى وصلوني طلبات ديال شيك بوينت ولا ديال بات بات اللي كنت دافعهم غادي نشارككم معكم. راني كنت ديجا حطيت لكم فيديوهات ديال المنتوجات اولا ديال لي كوموند اللي خديت من شيك بوينت باش نوريكم الكاليتي ديالهم، وكنت وريتكم الطريقه كيفاش تسوقوا في الموقع ديال شيك بوينت. وقلت لكم بانني كنت دفعت واحد الكوموند في بات بات اول مره وبغيت نجرب كيفاش يعني الكاليتي ديال الحويجات ديالهم. هذه يلاه وصلتني، كانت هذه اول كوموند من الويبسايت ديال بات بات. هانتوما كتشوفوا راها صغيره، كنت كومونديت واحد الحويج وبغيت غير نجرب بهم باش نشوف لا كاليتي ومن بعد نعاود ندفع اذا كانت كاليتي ديالهم زوينه. بالنسبه ليهم هما يعني لا كوموند خاص تكون فيها ب 900 درهم باش يجيبوها لك، تكون لا ليفريزون فيها غراتويت. ولكن كيف ما عرفتوا في الشهر ديال 11 كان البلاك فريدي، كانوا شي ايامات اللي كيديروا لا ليفريزون اللي كتكون غراتويت. انايا يعني طحت في واحد النهار كانت ليفريزون غراتويت وداكشي خديت منها هاد الحويجات اللي كتشوفوا، يعني ماشي شي 900 درهم، هادشي قليل، كان تقريبا بشي 130 درهم. هاد المنتوجات ديالي كاملين اللي غادي نوريكم دابا كيف قلت لكم جابوها لي حتى هي حتى للدار. دفعت في 18 الشهر ووصلتني اليوم لو 9 شهر 12، يعني تقريبا دات لي 21 يوم. انا دابا غادي نشارك معكم هاد الزاختيكي البساطين كيف قلت لكم باش نشوفوا غير لا كاليتي ديال هاد لو سيت ديال بات بات. انا غادي نفهم معكم هو كيدير بحال هكا، كيدير بحال هكا مسدوده، انا حليتها بحال هكا. ودابا غادي نوريكم داكشي اللي خديت منها. هانتوما كيف تشوفوا كيجيو يعني داكشي هكا مستفين وزوي ومطويين كيف قلت لكم كيجي. يعني الحاجه عجبتني هاد القضيه، يعني جاوا الحويجات مطويين وداكشي جا مستف. هانتوما كيف تشوفوا وغادي نشارك معكم اول حاجه. هانتوما كيف تشوفوا بحال هكا بلاستيكه بحال هكا مسدوده وفيها لارتيكل من الداخل. غادي نحملها كما تشوف. هذا اول ارتيكل اللي خديتو، انتما تشوفو معايا غندير هنايا لا طاي 4 سنين 5 سنين. ومن الداخل هانتوما يعني مطويين مزيان ومصلوحين ووصلوا يعني في يعني واحد الجوده زوينه. هانتوما هذه قميجه خديتها لولدي، واخا هي ديال الصيف كيف ما شفتوا هاد الثوب لولا زوين. هانتوما انا غنوريكم مزيان كيف ديما كتقولوا ليا، انا كنوريكم يعني داكشي بالتفاصيل باش باش تعرفوا الكاليتي كي دايره. هانتوما هنايا هاد الصيفة بحال هكا زوينة البنات، تشوفها تا هو زوين. غادي تلقاوها قميجة يعني لي باردة. حتى نوريكم غندخل لابليكاسيون وغادي نوريكم كي ديرو دايرين حويجات ديال الصيف ديري ليهم الثمن لي ناقص بزاف. كيف قلت لكم نطحت في داك النهار كانوا دايرين لا ليفريزون غراتويت وكومونديت هاد الحوايج باش تشوف لا كاليتي، والصراحه عجبتني عجبتني بزاف. هنا كاينه التيكيتها هانتوما ديال بات بات، هذه هي الاولى. وبالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي انا نوريكم في لابليكاسيون ما تيكونوش بزاف ديال لي زارتيكل دايرين، كيكون داير فيهم هاد التخفيض تيكون تقريبا شي 18 الارتيكل كيكونوا دايرين فيه بحال هاد التخفيضات. تقريبا كيبداو من 10 دراهم من 7 دراهم هاد الحويجات اللي كيكونوا دايرين. هادي هانتوما هادي كتشوفو
حتى هي بحالها، خديت لي جوج لوينات حتى عجبتني. خديت لي هذه في هذه في موطارد اللي كان كيبان لكم مزيان، لا موطارد كما كتشوفوا راهم جاو مطويين، يعني جاو في حد، يعني جا داكشي مطوي في الصراحة، كاليتي زوينة، عجبوني بزاف هاد الحوايج. وهانتوما حتى هي جات مطوية هكا، بقاو معايا حتى لاخر ديال الفيديو باش نوريكم الطريقة ديال التسوق في هاد لو سيت ديال بات بات. وخاصكم ضروري تبقاو كتراقبوا كل نهار، دخلوا لابليكاسيون ولا هما اللي كانوا، اذا كانوا دايرين لي ليفريزون غراتويت كيصيفطوها لكم في الايميل ديالكم، ودخلوا خذوا الحويجات اللي بغيتو بلا ما تكملوا 900 درهم. الا ما كانش عندكم، يعني الا ما كنتوش باغيين تشريو 900 درهم كامله، تقدروا تاخذوا غير شي حوايج اللي يكونوا عجبوكم يجيبوهم لكم فابور حتى الدار. هادي الثانيه خديت ليها، لقيت جوج من هادو، لقيتها في اللوينات، خديت ليها جوج لوان وراه ما تيبقاوش فيها بزاف، يعني كتلقاو الناس كيطيروا بدوك الحويجات اللي تيكونوا دايرين فيهم بروموسيون. خديت هاد، هانتوما شوفو هاد لي باربيطوز، شوفو هادو حتى هما التوب ديالهم زوين، عجبني خيط زوين بزاف. وبالنسبه للاثمنه انا غادي نخلي لكم ديما هنايا الفوق، غادي نخلي لكم الاثمنه ونخلي لكم الصور ديال هاد الزغتيك اللي خديت والاثمنه ديالهم، حيت ما بقيتش عاقله على الاثمنه ديالهم. هنايا الطريقات هذا لقيت فيه حتى هو، لقيتهم دايرين ثلاثه ديال الالوان، وخديت منو حتى هو، خديت منو جوج دوان مختلفين. هذا صراحة كاليتي زوينة زوينة بزاف، هما على خلاف موقع ديال شيب بوينت عندهم كومون تاخدو فيها 600 درهم وكيجيبو ليكم ليفغيزون غراتويت، أما هما مطلعين شويه الكوموند خصك تاخد فيها 900 درهم، هذا كيجيبوك لا ليفريزون غراتويت. داكشي اللي قلت لكم مره بقاو طلو ملي تلقاو ليفريزون غراتويت، يعني واخا ما توصلوش لهداك لو مونطون ديال 900 درهم، اي حاجه خديتو واخا تاخدو حاجه غير ديال 50 درهم اولا يجيبوها لكم حتى الدار فابور. داكشي علاش خاصكم تانستاليو لابليكاسيون وتخليوها عندكم، ومره طلو الا لقيتو ليفريزون غراتويت خدو داكشي اللي بغيتو. هانتوما شوفوا هذا تا هو بحالو كي قلت لكم راه خيط، شوف ليا زوين فيهم لا فينيسيون ديالهم زوينه. بالنسبه لهذه كي قلت لكم هذه كوموند الاولى، ونفس شهر 11 كانوا دارو عاوتاني نهار الجمعة ملي كنت باقا عاقلة كانو دايرين حتى هي، وصلني واحد الايميل فيه انهم دايرين ليفغيزون غراتويت، وبما انني كانو خاصني شي حويجات، يعني واخا مكنتش واصلة المونطون ديال 900 درهم، دخلت و كومونديت واحد الحوايج ولا واحد لي زارتيكل ودفعتهم نهار يلا دفعت ماشي بزاف، نهار 27 في شهر 11 وباقي ما وصلونيش. وانا ملي شفت الكاليتي دابا عجبوني وكنتسنى غير امتى توصلني لا كوموند باش نبارطاجيها حتى هي معاكم. ها شوف ما تشوف هادشي غيبان لكم بارد، ولكن ماشي مشكل، الثمن ديالهم راه رخيص بزاف، انا غنخليه لكم كيف قلت لكم الثمن رخيص بزاف، يعني ماشي مشكل تاخذوهم وتخبيوهم مثلا حتى الصيف عاد تلبسوهم لوليداتكم. شوفوا معايا هاد البيصة، هادي راه ماشي من الخيط، ماشي خيط هذا، هانتوما كيف تشوفوا
ديال الصيف هانتوما. حتى هي عندها الطبقات من هنا، طبقات من التحت بحال هاد من التحت، وفيها هاد الفليفيرة من هنا. هاد ديال حتى هو بحال هكاك. زوينة البنات، عجباتني بزاف هاد الكسيوة ديال الصيف في البحر. هادي وخليت حتى هادي كيف قلت لكم، لان الناس كي يعني كيبقاو حاضرين هاد لي بروموسيون، ملي كتدخلوا ما كتقدروا تلقاو لي طاي، يعني الطاي اللي بغيتو تقدروا ما تلقاوهاش، تقدروا اللون اللي بغيتو ما تلقاوهش. يعني خاصكم ضروري تدخلوا ملي يبان لكم انه كاين لو سولد، خاصكم تدخلوا وتكومونديو باش تلقاو لي طاي ديالكم. هانتوما شوفوا هذه، هذه البن وهي ديال الجين، الجين دقيق. هانتوما حتى هي فيها الذهب كده بحال هكا. شايفه الفليفيرة من هنا تحت كتسد بالطبقات. هاد كاليتي البنات زوينه بزاف والله، حتى زوينه عجباتني. وهاد الحوايج مايمكنش تلقاوهم في هاد الاثمنه هنايا عندنا. هانتوما تجينا دقيق، ومن الذهب ديالها فيها هاد هاد صديفات بحال هكا بحال هكا. لاخت في كل الخير، هاد هنايا لقيت مصيفطين لي معاهم واحد هاد لو بون في لي زارتيكل لي خديتو، ومن التحت كيعيد ليكم بالنسبه الى بغيتو مثلا الى ما عجبكمش شي برودوي تقدروا عندكم الحق انكم ترجعوه. يعني غتدخلوا غير لابليكاسيون، راه كاينه واحد البلاصه اللي دايرين فيها طريقه الا بغيتو يعني ترجعوا المنتوج الى ما عجبكمش، وكتصيفطوا معاهم هاد الوريقه. ها هي دايرين فيها لو نون ديال الخطاط، دايرين فيها لي زارتيكل ديالهم، دايرين السميه والكنيه ولادغيس ونيميرو التليفون ديالك يعني اللي صيفطتي ليهم، والنيميرو ديال الكوموند. كي قلت لكم ديرنيير ارتيكل كاين هاد الكسيوة، حتى هي ديال الصيف. خديت هادية، ولكن الطاي لقيتها كبيرة، ماشي الطاي لقيتها كبيرة، مني كنت كنكوموندي ما لقيتش الطاي ديالي، بانت لي الاكس ال وكومونديت الاكس ال، ولكن جات بانت لي كبيره. هانتوما نشوف غير يعني كيفاش الكاليتي ديالهم. هذا الشورت، شورت مسدوده من التحت بحال هكا. الظهر ديالو داير بحال هكا مخالف. حتى هي عجبتني التوب ديالها زوين، اللوينات ديالها حتى هما زوينين كي كتشوفوا. هانتوما ها هو التوب ديالها، فين هي هاد الطونطير هاكا. قلت لكم بالنسبه الى كان عندكم الى جمعتو كوموند مثلا مع العائله ولا مع صحاباتكم ولا مع يعني كاين البنات كيتجمعوا كياخذوا لي كوريات، ياخذوا لي زارتيكل كيكملوا 900 درهم وكيصيفطوها وكتجيهم غراتبي. سينو الا كنتو ما يعني ما غاديش توصلوا لهذاك لو مونطو، تسناو حتى يعني حتى تشوفوا النهار اللي غادي يديروا فيه هذيك لا ليفريزون غراتيت، واخا هي كتكون يعني غار فين كيديروها حيت شهر 11 كانت فيه كيف قلت لكم بلاك فريدي.
نتوما وزهركم اذا لقيتوها ريكومونديو الصراحه، على كاليتي عندهم زوينه 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 بزاف. لي طاي لي طاي كيف ما طلبتهم كيف ما وصلوني. بالنسبه اذا كان الى جهد الفيديو طويل، الى كان الفيديو طويل ما غاديش ندير لكم طريقه ديال التسوق. الى كان الفيديو قصير ان شاء الله نخلي لكم كيفاش تدخلوا لهاد الابليكاسيون، كيفاش تانستاليوها وكيفاش تدخلوا ليها وتشريو منها حوايج ديالكم، ونوريكم البلاصه اللي تيكون فيها لو سولد، او البلاصه اللي خديت منها هاد الحويجات اللي تيكون فيها السولد، كيكونوا فيها حويجات ناقصين بزاف. كي كتشوفوا معايا هنايا انا خديت خديت 7 ديال لي زارتيكل كيف كتشوفوا، واخا هما باردين ماشي ديال هاد الوقت، ولكن 7 ديال لي زارتيكل خديتهم ب 130 درهم، يعني الاثمنه ديالهم رخاص بزاف. وانتما كيف قلت لكم خليت لكم في التصاور ديالهم وخليت لكم الاثمنه باش تشوفوا شحال. صراحه كاليتي زوينه، وان شاء الله ملي توصلني لا كوموند جايه لي كومونديت منها حتى هي غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. كنظن انها غتوصلني في السيمانه الجايه. وبالنسبه للموقع راه زوين، وحتى الموقع ديال شيك بوينت راه زوين. وهذا ما كان البنات، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله لا كوموند جايه غادي نبارطاجيها معكم، اولا ملي غنوصلني لا كوموند غادي نبارطاجيها معكم. كيف قلت لكم ان هذه الايام غادي ان شاء الله غنبقى نبارطاجي معكم غير هاد الحويجات اللي كنت مكومونديها، ويلا بداو كيوصلوني. ويلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ام وسيم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يشوفوه يعني اكبر عدد ديال الناس باش تعملوا الفائده. وما تنساوش تفعلوا الجرس هنايا اللي كاين لتحت بالاحمر باش يوصلكم جميع الفيديوهات ديالي. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.